فاكر في 2006 شناوي الاهلي لما تعادل مع الصفاقسي هنا 1-1 في القاهره، قال لك الامور خلصت خلاص، انت في تونس انت خسران 100%. في الاخر الاهلي راح تونس وكسب 1-0 يعني. حقيقي بص، يا في ردا على السؤال اللي انت قلته ده، هي اصلا احنا بنلعب في بطوله اصلا مش منطقيه، يعني مش دور ابطال، مش في افريقيا بس، ولكن في اي مكان في الدنيا دور الابطال دايما او البطولات اللي هي فيها نوك اوت مش منطقيه، صح؟ ما بتعترفش باي حاجه. يعني مثلا انت كايزر تشيف طلعت الوداد، الوداد صح من سنتين بالظبط. طب السنه دي الوداد طلعت سان داونز، لا وقبلها سيمبا كان هيطلع الوداد، وقبلها سيمبا كان هيطلع الوداد، والاهلي برضو 2018 برضو بالجيل اللي كان موجود صعد النهائي. فهي اصلا البطوله مش منطقيه، بس الفرق ما بين سان داونز وما بين الوداد هو فرق واضح. يعني عشان نكون صراحه، مش معنى ان النادي الاهلي هيقابل الوداد فاحنا الوداد الاعظم فرقه، لا هي ما بتتقاسش كده. فرقه سان داونز عشان تكسبها محتاج منك 100% من كل حاجه، صح؟ 100% بدنيا، 100% فنيا، 100% ذهنيا، كل حاجه تبقى لازم 100% عشان تقدر تكسبها طبعا، سواء في مصر طبعا او بره مصر طبعا. طيب فرقه الوداد لا، مش محتاجه منك المجهود الخرافي ده او ال 100% عشان تكسبها، لان ده واضح جدا حتى كمان في مصادر الخطورة. يعني انت لو اتكلمت على فرقة سان داونز مصادر الخطورة ايه، مش هتعرف تلاقيها منين ولا منين، صح؟ شلولي ولا زواني ولا 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 ولا، مصادر متنوعة هتتعبك، فهيبقى كل مكان في الملعب فيه خطورة، صح؟ ولكن الوداد مصادر الخطورة بتاعته محدودة، صحيح مؤثرة جدا بس محدودة، فتقدر تحجمها. برافو عليك، ده الفرق ما بين الوداد وفرقة سان داونز. هايل الكلام ده، هايل.